بسم الله. ده مشروع اشتغلت فيه اسمه ترافيك كنترول سنتر. ده عبارة عن مركز مراقبة المرور في قطر كلها، تمام. فاللي احنا هنتكلم فيها موضوع الحيطة ديت والفتحات الكتيرة جدا. الحيطة دي مش خط مستقيم، فلذلك في صعوبة في إن ترسم بالشكل ده. ده شكل الموديل اهوت، تمام. طيب خلينا نشوف موضوع الحيطة. أجي هنا، لو أنا برسم حيطة عادية خط مستقيم هيعمل فتحات بدون أي مشاكل خالص. يعني لما أقول له وول وابدا ارسم حيطه بالشكل دوت، تمام، واعمل عليها سيلكت، هيقدر يعمل لي الاوبننج، بس طبعا اكون واقف في 3D او في الفيشن. تقدر تعدل زي ما انت عايز، اي اشكال مغلقه هترسمها هيعتبرها فتحات، تمام. انما لو انت راسم شكل، خلينا نرسم مول تاني، بس المرة دي نرسم عليه القوس. لو انت رسم حاجة بالشكل دوت هيرفض ان هو يعملك اوبننج، تمام، مش بينديك اذن البروفايل. طيب الحل ايه؟ الحل بسيط، حبة تخطيط كومبوننت موديل امبليس، تمام، وتبدأ ترسم اللي انت عايزه. بس عشان تسهل على نفس الشغل هعمل حاجة في ريفرنس بلان في الأول اهيت، ونسميها مثلا اكس مين. وبعد كده هاجي هنا في architecture واقول له كومبوننت واقول له موديل امبليس، واختارها ان دي شباك مثلا اهوت. طيب عايز ابدا احط الفتحات، فهاجي فويد واقول له فويد اكستروشن. طيب هرسم فين هو دلوقتي؟ انا لو رسمت هرسم في الارضيه، انا عايز يرسم في حاجه موازيه للحيطه، فهقول له ست واقول له الريفرنس بلان بتاعي، فبيقول لي لازم ترسم في الاليفيشن عشان الشغل بتاعك يوضح، فاقول له ماشي وابدا ارسم بعض الفتحات كده. تمام. طيب تعال نخش بقى في 3D. الفتحات دي مش واصلة لهناك، فهاجي هنا واقول له وصلها لي، او ممكن تكتب القيمة هنا على طول. يعني ممكن من الخصائص تروح داخل هنا كاتب القيمة اللي انت عايزها، تمام كده. احنا مخترقين الحوادث دوت، تمام. طيب بعد كده هقول له ايه بقى؟ انا عايز اخلي ده يقطع، فاقول له قط وعلم على الحيطة، وبعد كده اعلم على الشكل، فكده عمل لي الفتحات بتاعتي، تمام. فنقول له فينيش مود، نبدأ اجيب لك الحيطة وفيها الفتحات. طيب دلوقتي انا هقول له انا عايز ادخل تاني، تمام. ممكن تدخل تاني او تعمل حاجة تانية، خليها هنا مثلا edit in place، تمام. انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اجي هنا في الليفل 1 واقول له انا عايز اعمل اكستروشن على اساس زي حيطة اساس، تمام. وهاجي هنا في الحيطة اللي في النص دوت ارسم بس ايه خط كده، هو بيقول لي لازم يكون شكل مغلق. طيب ممكن اعمل بقى ايه شكل مغلق ازاي؟ هقول له اكستروشن وادي له حاجه بسيطه خالص، اوفست، تمام، اوفست مثلا 10 وعشان تبان الغي السمك وابدا اربط بينهم. دي طريقه، في طرق كتير جدا ان انت ترسم حته ازاز انا عايزها تاخد نفس الشكل ونفس كل حاجه من هنا لهنا، تمام. وهقول له خلي دي الماتيريال بتاعتها جلاسس، اقول له موافق واقول له فينيش واقول له انا عايز اشوف بقى شغل ده في 3D. طيب فين الزواج اللي احنا رسمناه اهو؟ عايزين بس نديله
كده بقى فيه ازاز فيه في الحاجات اللي احنا عملناها.